بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. I see you، يعني ألم تعلم بأن الله يرى؟ الله يراك ويراني، فلا تنسى ذلك. الحمد لله أنا اليوم مالي معصب. امبارح المقطع اللي سويت لكم اياه عن عشبة الهرمل، الحرمل هي ما بعرف الهرملة خلاني أعصب. ليش؟ لأني كنت زعلان على هذول الأطفال بمراكش يلي أصيبوا بالقصور الكلوي من وراء استعمال خاطئ لهذه العشبة. يا إخوتي الأحبة، كل يوم نتيجة عملي كطبيب ونتيجة أنني أتعامل مع المواد الطبية والعقاقير، في كل يوم أزداد خشوعا وتواضعا أمام عظمة الخالق الذي خلق هذه المواد الكيماوية الفعالة جدا. لم أكن أتصور في حياتي أن لديها كل هذه الفعالية وهذه القوة. قدر الله فيها خواصها وتأثيرها على الكائنات الحية. كل يوم يزداد إيماني بأن ما قاله الله سبحانه وتعالى يزداد توضحا عندي. إيماني كان قوي منذ البداية بآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن العلماء هم من يخشون الله أكثر، وهذا يزداد عندي يوما بعد يوم وضوحا وفهما وتبحرا في هذه الآية. ليس لأنني أنا من العلماء، ولكنني لأنني أتابع ما يصنعه العلماء الكبار وما يصلون إليه من أبحاث عن طريق الإنترنت، عن طريق المجلات، عن طريق الكتب، عن طريق اليوتيوب. أيها الإخوة، عندما كنت صغيرا كنت دائما أفكر أنني سوف أصل إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق العلم. هنا لا أقصد أصل أي الإيمان، الإيمان طبعا هو مترسخ، إنما أصل إلى مراتب عليا من التعرف على الله، من العرفان عن طريق العلم. العلم بكل أنواعه. حتى عندما كنت صغيرا كنت أعشق العلم، العلم الطبيعي التجريبي طبعا، بإضافة إلى عشقي للعلوم الشرعية، لكن كان عشقي في تلك الفترة كان للعلوم التطبيقية والتجريبية والنظرية البحتة كان شديدا. عندما كنت طفلا أقول هذا الكلام، حتى أنني أخذت أبي في يوم من الأيام قلت له أريد أن أصنع تلسكوبا حتى أنظر إلى الفلك. لم يكن هناك تلسكوبات في سوريا إلا عند العليا من القوم، أما في شراء لم يكن بالإمكان أبدا في ذلك أن أشتري تلسكوبا. ولذلك قلت سوف أصنع تلسكوب لنفسي، وبحثت وعلمت كيف يستطيع الإنسان أن يصنع تلسكوبا بسيطا، فأردت أن أشتري عدسات. فقلت لأبي حفظه الله لي ولوالدي الذين كانوا يحبون العلم كثيرا، قلت لهم يجب أن تذهبوا معي ونبحث عن عدسة بعدها المحرقي كذا وكذا، عدسة جسمية وعدسة عينية. والدي أخذني، لم يكن هناك سوى مكتبة السباعي في الشام، هي التي متخصصة في هذا الكلام، قديم جدا يعني هذا الكلام بالسبعينات. نعم في السبعينات أواخر السبعينات أظن، والله أعلم. ثم أخذني والدي لعند رحمه الله صاحب، إن كان حيا أو ميتا لا أعلم، لكن رجلا كبير في ذلك الوقت، أخذني عنده حتى نشتري عدسة لبعدها المحرقي. فعندما قلت لصاحب المكتبة العلمية أريد عدسة بعدها المحرقي، لم يعلم هو ما معنى كلمة بعدها المحرقي. فقلت له تعال نجرب، فأحضرنا نريد أن نحسب البعد المحرقي العدسات، فأحضرنا ورقة ووضعناها أمام الشمس وأردنا أن سبحان الله. المهم كان ممتع ذلك الأمر، ولكن سبحان الله عندما كان عشقي للعلم أوجهه في ذلك تلك الأيام لم يكن الإمكانية موجودة، لم يكن هناك تلسكوبات ولم يكن هناك تجهيز للعلم بمعنى الحقيقي يعني. المهم يا إخوتي، ما
ما أريد أن أصل منكم معكم إليه إلى أن العلم والاطلاع على أسرار الكون كلما يقربك من الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى. عندما تحدثت عن المواد الكيماوية يعني لم أكن أتخيل أن هذه المواد الكيماوية قوية إلى هذه الدرجة. يعني تصوروا مقدار قليل جدا من مادة. اليوم كنت أسمع على الجوجل جوجل تولك ات جوجل على اليوتيوب، كان يتكلم رجل اسمه تيودور جراي، كان يتكلم، هذا عنده كتاب طبع منه ملايين النسخ اسمه Elements، وكتاب ثاني اسمه Molecules، يعني العناصر الطبيعية والجزيئات. كان يتكلم عن السكر، فقد حدث عن مادة هي يمكن من أكثر المواد حلاوة. قال أنه اشترى منها 140 جرام فقط من هذه المادة التي سماها، لا أعرف كيف كتابتها باللغة الإنجليزية، إنما سمعته يقول اسمها نيو تيم أو هكذا اسمها، سمعته يقول، سوف أبحث عنها إن شاء الله. قال أن قوتها الحلاوة تعادل 10,000 مرة حلاوة السكر، 10,000. قال عندما جاءه اشتراها عن طريق الانترنت وحصل على 140 جرام، فتح الكيس بكل سلاسة وبساطة من أجل أن لا يعني يخرج منه أي يعني هدر. فقال هو يفتحه بكل هذا الحذر وبعيد، أحس بطعمة السكر بفمه من ذرات جزيئات قليلة خرجت في الهواء، وصلت إلى أحس بطعمة السكر. شوف قديش قوته. ثم قال أنه في اليوم التالي عندما لعق شواربه هكذا أحس طعمة السكر. يعني مادة بسيطة، جزيء، هذه الجزيئات سبحان الله معجزات. جزيء له حلاوة 10,000 حلاوة السكر، سبحان الله. سوف أضرب لكم مثالا بسيطا آخر. كان فترة من فترات علاج الشقاق، هناك إصابة تحدث في معصرة المخرج الإنسان، يعني يسمى الشقاق، مؤلم ومزعج جدا. فمرة جربوا يعالجوه بالنيتروغليسرين. النيتروغليسرين هذا يحطوا الواحد بتمه مشان القلب، وسع القلب، يعني خلال ثواني وتحطوا الواحد يقشي المخاطية بدخول. المهم صاروا هذا يعالجوه في الشقاق، فقال بدك تحط من هذا المرهم تبع النيتروغليسرين، يعني مجرد على رأس الكبريتة، على رأس تبع الأدان هيك، بس شيء بسيط، وبتدهم فيه الجرح تبع الشقاق هذا مخرج الإنسان. اللي كان يستعمله ما كنتوا تخيلوا يا أخوتي القوة الكيميائية والحيوية لهيك مواد. تصور خلال ثانية، وقت كان يضع النقطة هي على الجرح تبعه، كان رأسه هون يصير ينبض، ينفخ نفخ في ثانية، في أقل من ثانية، يحس إنه رأسه حينفجر من عزم قوة تأثير النيتروغليسرين في توسيع الأوعية الدموية. فلا تستهينوا يا إخوتي. أنا لما تحدثت عن العشبة، هي العشبة فيها قلويات كثيرة كثيرة جدا، وفيها مواد تشبه مثبطات الكولين استراز، يعني اللي بيعرف الطب يعرف شو معناتها هي، يعني تأثر على الدماغ كمان. في ممكن يكون لها تأثيرات طبية، القلويات تبعها قاتلة الديدان، قاتلة الطفيليات. لكن المشكلة انه فيها كتير، مو واحد واثنين، فكل واحد له تأثير. لذلك الافضل دائما انه يكون واحد يستخلص المادة نفسها ويدرس تأثيراتها. يعني لأضرب لكم مثال، مرة دواء عادي يستخدم هو انتيهيستامين اسمه أتراكس بيعتبر انتيهيستامين، يستخدموه كمان مشان سيديتيف، يعني مهدئ منوم، انه له تأثير قوي تهدئ والتنويم. مرة من المرات جاءني مريض في الإسعاف، يعني لم أرى أغرب منه حادثة، كان مضطربا وكان مشوشا، وكان يعني عنده confusion، تشوش بالفكر هون، ما كنا نعرف شو بو. يروح يتخيل أنه في باب بالحيط، ويركض ويخبط رأسه بالحيط، بده يفوت قلب الحيط تبع المستشفى، ونحن 10 بس هو قوي ما قدر نمسكه، والدم ينفر من رأسه، ونحن نحاول نكتفه ما نقدر نمسكه، هو مفكر أنه هون المنجة تبعه، يعني مضيع.
المهم دخلناه المستشفى وعملنا له فحوصات، وبالاخير يا اخوتي طلعت كل الحاله هي سببها بعد ما فكرنا يعني تسممات، فكرنا ب يعني امراض عجيبه غريبه، طلعت سببها كلها عارض جانبي للاتراكس. طبعا مو كل الناس بصير معها، بس يعني بعض الناس. هتعرفوا قديش قوه هذه المواد الكيماويه. في عندي امثله كثير، يعني تصوروا جزيئات بسيطه ممكن تخلي الانسان، يعني مره جربوا دواء على ناس في بريطانيا، دواء كان بدهم يطبقوه جديد، ماده كيماويه خلى اللون البشر اللي اخذوه خلاهم ينتفخوا انتفاخ، يعني حيتفجروا من الانتفاخ من مواده الكيماويه، واغلبهم ماتوا من هذاك الدواء، ما عرفوا شو بدهم يساووا فيهم، تعذبوا تعذب شديد، واخر شيء ماتوا. عباره عن ماده كيماويه ادخلوها لجسمهم مشان عم يجربوها كدواء، طلع لها هذا التاثير، يعني انتفخ الواحد منه مثل كانه حيتشقق، جسمه صار يتشقق منه. فيعني المواد الكيماويه كل هذه، اذا 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 جزيء الله خالقه هيك، الله سبحانه وتعالى خالق جزيء وهيك قوته، فما بالكم باللي خلق هالجزيئات. دخيل اسمك يا ربي اعفو عنا، دخيل اسمك يا ربي اعفو عنا يا الله، دخيلك يا ربي لا تعذبنا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. عظمة الخالق يا إخوتي اللي ما بيدركها. إذا احنا إذا أنت من جزيء عم تخاف جزيء، فما بالك باللي خلق هالجزيء. لا إله إلا هو. لذلك قلت لكم يا إخوتي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اخشوا الله يا إخوتي، واتقوا الله، وارحموا الناس، لا تتجبروا على الناس. ما تفكر حالك مسلم يعني أنت أحسن من الناس، لا. المسلم الحقيقي متواضع وما ما بتجبر على الناس، وبيضغى على الناس، وبيظن حاله هو أعلى من الناس. انتبهوا يا إخوتي، تواضعوا إلى الله. من تواضع إلى لله رفعه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا.